لكم، حبيت اشرب الشاي بتاعي معاكم. طبعا احنا صحينا وفطرنا وهوفطر وغدا مع نفس الوقت. انا وجوزي متابعين نظام ان احنا بناكل وجبتين اتنين بس في اليوم، وجبة على حوالي من الساعة 1 إلى 1:30 في الويندو ده، والوجبة التانية الساعة 8 بالليل. هما دول الوجبتين اللي بناكلهم على مدار اليوم. بطلنا كل الوجبات الخفيفة اللي في النص، السناكينج، كل ده بطلناه. لما بحس اني عايزة اكل حاجة او اشرب حاجة، او يعني عارفين احيانا من القعدة في البيت بيبقى الواحد كده يعني عايز يدخل في السيستم بتاعه اي حاجة وخلاص، بروح عاملة شاي من شاي الاعشاب بدون سكر بدون اي حاجة، لمجرد اني احس ان في نوع من الشراب او الطعام اللي داخل معدتي، وده ما بيديش اي كالوريز خالص. هو ماشي على 2000 كالوري في اليوم، انا ماشي على 1200 كالوري في اليوم. ومنزلين اب اونلاين على التليفون اسمها لوزت، بنقدر نحسب منها الكالوريز اللي احنا بناكلها على مدار اليوم. اكلنا ايه؟ الوجبة الاولانية اختيار من اتنين، يا بيض يا فول. الفول انا بعمله في البيت وبضربه كمان عشان انا بحبش القشرة بتاعته، والقشرة بتاعته بتتعبني، فبضربه وبصفيه وبعمل معاه عدس وبعمل معاه بصل وبعمل معاه طماطم وبعمل معاه ايه تاني، جزر، ومقسماه في اكياس وحطاه في الفريزر. كل يوم الصبح باكل. انا ولادي ما بياكلوش فول، بيحبوش الفول. يوم فول ممكن نحمر طعميتين، بس كل ده بيتاكل من غير عيش خالص. احنا بقالنا اسبوع دلوقتي ما دخلش بيتنا عيش خالص غير بتاع الولاد، وما عملتش رز خالص وما عملتش مكر خالص. فبناكل الفول بالسلطة، الطعمية بناكلها حب كده، ولو حسبنا الكالوريز بنلاقي الكالوريز كفاية. يعني لو انا كلت الوجبة بالكالوريز دي انف ان هي تشبعني وتسستين كل الاكتيفيتيز اللي انا بعملها على مدار اليوم. دي الوجبة الاولانية. الوجبة التانية يا لحمة يا سمك يا فراخ، برضو تاني من غير كربوهيدرات، من غير رز، من غير مكرونة. الخضار بقى كميته اكتر بكتير، ومش مجرد سلطة بس، بعمل خضار سوتيه، بعمل حاجات، كل الحاجات دي مفيدة وكويسة. ولا تتخيلوا، سيبكوا بقى من ان احنا بنخس او ما بنخسش، هي مش باينة على الميزان بس باينة على الهدوم. وده خلاني افتكرت غلطة من زمان كنت بعملها، ان انا كنت بخلي هدومي القديمة اللي واسعة اجيب هدوم جديدة. يعني انا عندي هدوم 3 مقاسات، مقاس 10 و12 و14. 12 هو ده اللي انا فيه دلوقتي، لما بتخن ببقى 14، لما بخس ببقى 10. فانا عندي الهدوم دي كلها في الدولاب بتاعي، لا مني زبطتها ولا زبطتها على مقاسي الجديد، ولا مني مثلا طلعتها للشاريتي وجبت حاجة تانية، كله مخلياه. وده بيخليني لما البس حاجة من الواسعة قوي بيبقى شكلي مهرجل ومهرول، وشكلي مش مظبوط خالص. الحاجة التانية كمان، ما بيديش رسالة لمخي ان ده مقاسك الجديد وهتفضلي عليه. يعني انا كنت 14 نزلت ل 12، لسه الهدوم 14 في دولابي ولسه بلبس فيها. فمخي ما استوعبش حكاية ان لا، ده في مقاس جديد هو ده اللي انت فيه وهو ده اللي هتستمري عليه. فبالتالي لما الاقي مثلا بنطلون ضيق عليا، اروح عاملة ايه؟ لابسة بنطلون تاني من المقاس الاكبر، واعيش سايكل جديدة من الاكل والشرب ولخبطة الهرمونز والكلام ده كله بالمقاس الاكبر. فلسه بفكر هعمل ايه، يمكن احاول اتعلم ازاي اضبط الهدوم بتاعتي عليا، لان يعني حاجات انا بحبها
يعني وخسارة ان انا اقعد ادفع فلوس تاني عشان اجيب هدوم تاني. ده في النظام الغذائي ونمط الحياة الحاجة اللي انا كنت عايزة اكلمكم فيها. يمكن حد يستفيد ويمكن حد يمشي معايا تاني على الكيتو سيستم. الكيتو فيه كاربس، فيه كربوهيدرات، بس الكربوهيدرات جاية من مصادر احسن من الرز والمكرونة والعيش. فهي دي النقطة. هل سيستم ممكن نقدر نمشي عليه على طول؟ اه، الكيتو سيستم من السيستمز الجميلة المشبعة الحلوة، ولما شفت كمان ناس مشيت عليه وشفت بنفسي ناس مشيت عليه ما خستش بضعف، ما خستش بتدهور، بالعكس صحتهم بقت احسن، وشهم بقى بيلمع وفي دموية. النقطة التانية اللي كنت عايزة اكلمكم فيها النهاردة هو ازاي نرتب الحاجات اللي احنا بنعملها في اليوم. كل واحد فينا مشغول وعنده تاسكس كتيرة وعنده مهام كتيرة وعنده حاجات كتيرة قوي. ازاي نرتبها في اليوم؟ اقول لكم بقى ازاي. هنعمل زي الرئيس الامريكي ايزنهاور. ايزنهاور كان عنده معيارين اتنين بيقيس بيهم اهمية الموضوع او المهمة او الحاجة اللي يعملها، الاهمية والاستعجال. اهمية يعني في مهم وفي اقل اهمية، والاستعجال يعني في شيء عاجل لازم نعمله دلوقتي وفي حاجة ممكن تتأجل. وكان بيعمل جدول كده متقسم من 4 خانات: مهم، عاجل، مهم، غير عاجل، عاجل، اقل اهمية، غير مهم، غير عاجل. ولما بعمل المصفوفة دي الماتريكس دي ببتدي ابص في الغير مهم والغير عاجل وبشيله اصلا مدام حاجة مش مهمة وحاجة مش مستعجلة. يعني مثلا من ضمن الحاجات، انا كنت اشتريت حاجة اونلاين وقلت بيني وبين نفسي كده انا هكتب ريفيو عن رأيي على الحاجة دي، وكل يوم اكتب ريفيو السجادة الجديدة، ريفيو السجادة الجديدة، كل يوم اكتب لنفسي دوة. وبعدين جيت في يوم قلت هو ده مهم؟ لا، لان السجادة دي عليها مئات الريفيوز اللي بتقول انها كويسة وانا نفسي قريتها خلاص. هل هو عاجل؟ لا، يعني شيء لا مهم ولا عاجل وقاعدة عمالة حطاه في الماي تو دو ليست وبنقله يوم ورا يوم يوم ورا يوم، ايش هكبري دماغك وشلتها خالص. في مثلا شيء مهم وعاجل، حاجة مثلا تخص شغلي، حاجة تخص مثلا النهاردة مثلا دار النشر طلبت مني حاجة معينة فده مهم وعاجل، يبقى ده له الأولوية ولازم يتعمل. في البيت بقى قسموا الشغل بالشكل ده، الشيء المهم والعاجل والأهمية احنا اللي بنقيسها، مهم، اقل أهمية، وغير مهم. انا شخصيا باخدها كمان يعني 3 ليفل، بعملها اكتر من الرئيس ايزنهاور. اعتقد ده هيساعدنا كتير قوي 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 ان احنا نحط اولويات يومنا، وان احنا نحط يعني مثلا هل اطبخ الاكل مثلا عشان ولادي، ولا اسيب الاكل في الوقت ده واروح مثلا انظف حاجه معينه في الشقه. لا، الاكل له اولويه فاروح اعمل الاكل، لو اتبقى وقت اروح اعمل الحاجه الثانيه. سي مثلا مطلعه لسته من 5 اشخاص عايزه اكلمهم، فلان وفلان وفلان وفلان، حسب الاهميه وحسب الاستعجال. في ناس مثلا لا مهمين جدا لازم اكلمهم كل يوم، ماما وبابا لازم اكلمهم كل يوم. الاستعجال اه، في الاستعجال لان في فرق ساعات طويله بينا، فممكن اكلمهم في وقت هم نايمين فيه، فلازم اكلمهم في وقت معين عشان يبقوا صحيين وفايقين ونتكلم سوا شويه، فده شيء مهم عاجل. بعد كده بقى الناس اللي هي اقل اهميه ممكن يكون عاجل بس اقل اهميه بحطه في الكوادرنت في الربع الثاني، وابتدي امشي على المصفوفه دي. طبعا انا خدت وقت عشان اشرحها لكم، لكن لما تيجوا تنفذوها هتلاقوها بقت سريعه مش بسيطه زي ما انتم متخيلين، او ايه ده انا هقعد هي بالظبط اقل من 3 دقايق الصبح لما بكتب ماي تو دو ليست
قائمة المهام، وده يفكرني بتحدي الأسبوع اللي أنا عملته من فترة طويلة، وعايزة أرجع تحديات الأسبوع دي تاني عشان نرجع ننشط نفسنا. ف بكتب قائمة المهام وبحط قدامها كده ميم عين، مهم عاجل مهم عاجل، هو دي الحاجات اللي ببتدي بيها الأول. وحتى لو خلص اليوم وما عملتش غيرها أنا الكسبانة. ففكروا النهاردة في مصفوفة الأهمية والعجلة، اكتبوا في ورقة كل الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها بدون ترتيب، وبعدين بالضبط هي دقيقة تبصوا للحاجات دي كلها وتحددوا ايه المهم ايه العاجل، هم دول اللي تعلموا عليهم ودول اللي تبتدوا بيهم اليوم. انا طبعا في جدول يومي انا بعمله، يعني في حاجات، في روتين صباحي وروتين مسائي وروتين حتى في ليلي كمان. في وقت الروتين ده خلاص يعني بعمل الحاجات الأساسية، يعني مثلا أنا خليت القراية تبقى من ضمن الروتين الصباح بعملها، وده بيحسسني إن أنا أنجزت حاجة في اليوم بصراحة، إن أنا إيه ده أنا قريت شوية، فأنبسط كده من نفسي وكمان بفيد نفسي وبفيدكم معايا كمان، لان الحاجات اللي بقراها بكلمكم عنها. الروتين اللي في نص اليوم ده بيبقى يعني مثلا اعمل غسلة، لان مش عايز الغسيل يتراكم عليا والمكوى تتراكم عليا والتطبيق يتراكم عليا والدنيا، فلازم اعمل مثلا في روتين نص اليوم ده هو غسلة. فما برتبش الحاجات الامور دي من ضمن المهام. قائمة المهام احيانا بصحى من النوم في يوم من الايام وما عنديش اي حاجة خالص في قائمة المهام بتاعتي خالص، مفيش اي حاجة زيادة عن الروتين الصباحي والمسائي والليلي بتوعي، مفيش حاجة زيادة. لما بيبقى في شغل، في حاجات تانية، في حاجات تخص ناس تانية، ده ممكن يعمل لي كام تاسك جديدة مختلفة، فابتدي ارتب اليوم حوالين التاسكس دي والحاجات الضرورية اللي لازم اعملها. جربوا كده، جربوا حكاية ترتيب الاولويات وترتيب المهام على حسب الاهمية وعلى حسب مدى الاستعجال، مهم عاجل هو ده اللي نبتدي بيه، وبعد كده عاجل اقل اهمية، احيانا بتبقى حاجة مش مهمة قوي 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 بس مستعجلة، حاجة لازم نعملها دلوقتي، وبعد كده ندخل على المهم لكن غير عاجل. اما بقى غير المهم وغير العاجل شيلوه خالص اصلا، ولا تتعبوا نفسكم وما تحطوش اعباء زيادة على نفسكم ملهاش اي لازمة. دلوقتي هننزل نروح نشتري شوية حاجات لان في حاجات كتير قوي نقصت من البيت، وهاخدكم معايا، الجو مشمس وجميل ورائع، وهاخدكم معايا، ويمكن في موضوع تاني في دماغي مش هقول عليه لان يمكن يجي على بالليل وما اقدرش اسجل اكلمكم عنه بكرة، بس لو جه وقت وقدرت اقعد واسجل لكم هكلمكم عن الموضوع التاني. اشوفكم بعد شوية.